انديفيديوال موجوده موجوده لهذا اللاعب سعد تجار. رائعه 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 كره الهدف الثاني، رائعه جدا كره سعد تجار، تسديده قويه لهذا اللاعب الذي يتمكن من اضافه هدف ثاني لفريق جمعيه الشلف في هذه الدقيقه 88 او 89. محظوظون نحن بمشاهده مثل هذه الاهداف على المباشر. شوف تسديده قويه مركزه، لا ملك عسلة ولا غيره يصد هذه الكرة حقيقة. شوف يعني نقولوا تسديدة من كما شفناها من بوغروا بالقدم اليسرى، شفناها بالقدم اليمنى في نفس المكان تقريبا تقريبا من سعد تجار، وبالتالي ثلاثة.